في ميدان النهضة وأمام جامعة القاهرة، واللي طالب البعض برقبته، واللي البعض اتهمه بالهروب وأنه لن يعود أبدا، أحد الإعلاميين المنافقين الفجار الذين يجب تطهيرهم، عمرو أديب. مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من القاهرة اليوم. ما تخافوش، اوعوا تخافوا ولا تحبطوا، طول ما رأيك معاك ما تخافش. لو نزلوا مليون او 10 مليون او 90 مليون، لو في واحد في البلد دي بيقول لا، هيفضل عايش، هنفضل كلنا نسنده. اوعى تخاف مهما قالولك، مهما حصل، مهما قالوا عنك كافر، مهما قالوا عنك فاجر، اوعى تخاف، اوعى ترجع، اوعى تتردد، ما تخافش، كلنا واقفين جنب بعض، ما حصلش حاجة، اوعوا تخافوا، اوعوا ترجعوا. رأيكوا عندكوا ويفضل معاكوا. لو عايزين تقولوا لا قولوا لا، لو عايزين تقولوا اه قولوا اه، بس اوعى حد يخوفكوا. دي مش طريقة، ولا هنرجع ولا هنخاف ولا هنتردد، وقاعدين على قلبكوا لطولون لوحدينا بطولنا، محدش بيجيبنا في اوتوبيسات، ومحدش جايب لنا ازايز ميه معدنيه، ومحدش بياكلنا، ومحدش بيشربنا، ومحدش بيرجعنا، ومحدش بيعمل لنا اي حاجه. احنا كلنا بنقول ربنا وارزقنا على الله. احنا مسلمين ومسيحيين وستات وعيال في البلد ديت، محدش هيخوفنا، ولا حد يقدر يقول اي حاجه، ولا اي حد يقدر يهز موقفكم. اللي انتوا عايزينه اعملوه، واللي انتوا عايزين تقولوه قولوه. هذا الدستور النائم باطل، هذا الدستور الذي اعد على عجل. شكلكم كان وحش قوي وانتوا بتجروا بالليل كده وبتحاولوا تخلصوا، وقال لهم على فكره ما حدش هيمشي من هنا غير ما نخلص، هنخلص هنخلص. ليه هنخلص هنخلص؟ ليه لازم بسرعه؟ ليه لازم يخلص؟ وحكايه العدد والنسبه، اصل احنا 80 واللي مشوا 20، هو في كم مادة في الدستور مش عجباكو؟ ده في مادة واحدة بس في الدستور ده تلغيه كله. هو بالكم؟ كل حاجة بالكم. شوفوا في كم واحد موجودين في الجامعة، هو كم بالكم؟ هم لو كانوا استفتوا على الرسول اول ما طلع على الدعوة بتاعته، كان كم واحد هيبقى ضده وكم واحد كان هيبقى معاه؟ انتوا نسيتوا ولا ايه؟ يا جماعة ارحموا بعض، ارحمونا، حرام ده، هو ده اللي حرام. انا عايز اسأل سؤال، يوم ما قلت ان في فشل، تعال اقول لك انت نجحت في ايه النهارده؟ تعال اقول لك انت نجحت في ايه النهارده؟ نجحت ان البلد دي تتقسم قسمه مش راجعه تاني ابدا. نجحت ان انت تثبت لي ان انت مش الرئيس بتاعي، ليه؟ لان بالصدفه البحته انت قررت تعمل الخطاب بتاعك بالصدفه البحته، واخوانك واقفين في الميدان في نفس اليوم اللي هم اجلوا فيه المليونيه بتاعتهم من الجمعه للسبت. في نفس الوقت اللي هم كلهم مستنيينك بالصدفه البحته. انت بتكلم ناس تانية، انت بتكلمنيش انا، ناس كتير انت ما بتكلمهاش، في ناس كتير في البلد دي انت مطنشها، في ناس كتير في البلد دي انت مش واخد بالك منها، مش واخد بالك ان احنا موجودين. بس احنا موجودين، وهتسمع صوتنا، ولازم تسمع صوتنا، لانه دايما صوتنا بيتسمع. انت نجحت في ان انت تشقنا اتنين. خلينا اوريك قرارك نجحك في ايه. اقول لك عوامل النجاح، قبل كده قلت الفشل علبته الدنيا، خليني اقول لك نجاحك. انت نجحت ان اول مره المصريين يتخانقوا مع بعض في جامع، يا راجل جوه الجامع المصريين مسكوا في بعض، انت قاعد بتسمع الراجل بينافقك، بينافقك وبيشبهك بالخلفاء الراشدين وبالرسول، وانت قاعد بتهز راسك. قول له انزل من فوق، انزل من فوق، ما تقولش عليا كده. دي الناس وسط الصلاه الراجل ما قدرش يكمل فاقام الصلاه، اول ما قال الايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول صرخوا جوه الجامع. يا راجل انت نجحت ان المصريين لاول مره جوه الجامع كلهم يتخانقوا، عمرنا ما اتخانقنا في جامع ولا بره جامع. انت نجحت في ايه كمان؟ ان النهارده في طرفين بيتمنوا موت التاني. انت وصلت ان انت النهارده ممكن طرف يقتل طرف لو شافه. بنعدي من شوارع وهم يعدوا من شوارع، بنقعد في حتت وهم يقعدوا في حتت، بنتكلم في اماكن وهم يتكلموا في اماكن. كل واحد بقى بيحسس على الانسان اللي قدامه، عايز يعرف انت اصلا رايك ايه عشان اكلمك واقول لك. دلوقتي شايلين سكاكين لبعض، انت نجحت تعمل كده؟ هذا هو الرئيس التوافقي؟ هذا هو الرئيس اللي احنا عايزينه في البلد؟ هو ده نجاحك؟ نجاحك ان الناس النهارده
ماشي بالعربيه جري ورايا عبر اديب اهو. طيب لو لحقتني هتعمل لي ايه؟ انا عايز اعرف هتعملوا لنا ايه؟ هتعمل لنا ايه؟ يعني انت دلوقتي لو وقفت اخوك المصري شيل ايدك عني، انا مصري دمي حرام عليك، دمي كبني ادم مسلم مسيحي حرام عليك، شيلوا ايدكم من علينا، بطلوا ارهاب، بطلوا تخويف للناس، خلوا الناس تقول رايها، هي دي الديمقراطيه، هو ده الواجب، ان البلد ديت الناس ما تخافش ومحدش فيكم يخاف ومحدش هيحصل له حاجه، وطول ما احنا كلنا واقفين جنب بعض محدش هيجرى له حاجه في البلد دي. البلد دي عملت ثوره ومش هنرجع لورا ابدا ومش هنخاف. يعني ايه ناس اللي هي توافق بس على الدستور هم المسلمين والباقي كفره؟ كل اللي في التحرير دول كفره. وايه حكايه الكفره والفلول؟ بلدع فلول، صباح فلول، عمرو موسى فلول، كل دول فلول، شباب ستة ابريل فلول، كل دول طلعوا فلول. انا عايزك تشاور لي على الفلول، تقول لي هم الفلول هم. وفساد اعلام ايه؟ انت كسبت انتخابات الرئاسه من اني اعلام؟ كنت بتطلع في اني اعلام؟ مش في الفاسد؟ كلكم كسبتوا انتخاباتكم البرلمانيه يا اخوان يا مسلمين يا حريه عداله، في اني اعلام؟ كان في المحطه بتاعتكم اللي محدش بيشوفها ولا الجرنان اللي بيرجع كله؟ اشمعنى الاعلام الفاسد يبقى فاسد وكلكم بتطلعوا فيه وحريصين عليه؟ انت امبارح الحوار بتاعك كنت عارضه للبيع ب 3000 دولار، لما محدش راضي ياخده وزعته على المحطات كلها ببلاش، ما سبتوش ليه يتشاف في التلفزيون المصري؟ ما سبتوش ليه يتشاف في تلفزيونك في 25 يناير؟ في الاعلام الفاسد، انهي اعلام اللي فاسد؟ بتطلعوا فيه ليه ما دام فاسد؟ وعايز اقول للخروف اللي كان واقف النهارده بيقول عمرو اديب هرب، عمرو اديب ما هربش، وعمرو اديب اشرف وانبل منك، احنا اللي عملناك بني ادم، الاعلام الفاسد ده هو اللي طلعك وهو اللي نظفك لما كنت ببدله مقيحه، فاكر؟ هو الاعلام ده اللي نظفك وخلاك تطلع تعمل رحلات الحج السياحي وتقعد للفاسدين اللي كانوا قبل الثوره وتديهم ينفع تتجوز اربعه وخمسه وتطلق مراتك 20 مره وتقدر تحج في يومين فتويك، انت فاكر؟ انت وزملائك الخرفان اللي زيك، احنا اللي عملناكم، انت كنت بتطلع في الاعلام الفاسد ده وبتاكل منه عيش، احنا اللي عملناكم بني ادمين، انت نسيت ولا ايه؟ انت الفيديو بتاعك موجود وانت في التحرير بتبوس ايد المتظاهرين ما يقربوش لمبارك، انت ناسي ولا ايه؟ ايه بقى؟ في ايه؟ وحكايه تطهير القضاء؟ وانا عايز اعرف ايه الحوارين اللي بيحصلوا؟ ايه القضاء اللي عايز تطهره؟ القضاء ده هو اللي عملك رئيس، صح ولا لا؟ انت قلت كده النهارده، الناس دي بتقول ليه تطهير القضاء؟ ازاي حد يهين القضاء؟ ده القضاء ده باشا في مصر، ده القضاء ده هو اللي بيحمينا كلنا، ده القضاء ده ما نعيش غيره. طيب مجلس الدولة دول فلول؟ نادي القضاة دول فلول؟ كل قضاة مصر اللي قافلين المحاكم بتاعتهم فلول؟ ليه قفلوا؟ عايزك تفكر بالليل قبل ما تنام، تروح تسأل نفسك الناس دي ضدي ليه؟ الناس دي ضد ليه يا سياده الرئيس؟ مش تفكر. انا عايزك تقول كلمه حق، وعايزكم تقولوا كلمه حق. الاعلام ده فاسد، القضاء ده فاسد، الاعلام ده بعد كده مش هيسمح يتقال عليه كده، واللي مش عاجبه الاعلام ما يطلعش فيه ولا يقرب له. شويه عيال ما ينفعوش يقروا على ميت، يقعدوا كده في التربه ويقروا على ميت. هو كل واحد فينا هيقول لنا انه ربنا؟ طالعين يقول لك ايه؟ وتفتكر بيركعها؟ وتفتكر بيتجوزها؟ وتفتكر فين مليونية الفقر؟ فين مليونية الناس اللي عايزة تشتغل؟ فين مليونية العدل؟ يا مسلمين يا محترمين، قروش مربينها من فلوس، الشيخ بتاعك متجوز بنت عندها 17 سنة. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مين؟ مين قال ان انتوا حكام علينا؟ احنا نعرف ربنا احسن منكم واحنا مسلمين، ومحدش يقدر يتدخل ويقول لنا انت مسلم ولا مش مسلم. اوعى تخاف، ولا حد يكفرك، ولا حد يقول لك انت ايه. انا ميت ميت، ما بقتش خايف خلاص، انا جاي اهو موجود، انا غيرك، انا ما معيش حرس، انا ما معيش اي حاجه، ما بيمشيش معايا حد، وعربيتي موجوده ومعروف انا بقعد فين. اعملوا فيه اللي انتوا عايزينه، انا عايز اشوف عينيكم وانتوا بتموتوني، وانت بتموت اخوك المسلم. ده طلعت الكلمه بتعورك، المليونيه دي كلها عشان تهتف باسم اربعه؟ كل المليونيه ديت عشان اربعه مضايقينك؟ ده الكلمه دي بقت بتحرقك قوي. ده احنا في قناه مشفره، قناه بالاشتراك يا دوبك لو بيتشير منها حاجه ولا كده. هو في ايه؟ انتوا عايزين ترهبوا الناس ليه؟ وعايزين تخوفوا الناس ليه؟ انا مش خايف، وناس كتير مش خايفه، واللي موجودين في التحرير دول ناس اشراف
والقضاء شريف والاعلام اللي موجود شريف، وانت بتطلع في الاعلام ده الفاسد، انتوا بتوصلوا كل رسائلكم من خلال الاعلام الفاسد. انتوا ما عندكمش اعلام، ما عندكش مذيع واحد كويس، ما عندكش صحفي واحد كويس، انت ما تعرفش تعمل اللي احنا بنعمله. وكفايه بقى شيوخ يقعدوا يتريقوا ويقولوا بيصلي وبيصوم ولا بيعمل ولا بتاع، بلاش قله ادب وسفاله، خرفان مش عايز اسمع، مفيش خرفان تاني. وايه يا اخي؟ مفيش حد بيختلف؟ يعني ما بتختلفوش؟ ما بيحصلش خلاف؟ اقصى حاجه اعملها ايه؟ يروحوا لابمين بعض ويروحوا مقدمين في جبلان، يقول لك ايه؟ نجرجروا في المحاكم، ما بقاش هممني، القضايا بقت اكتر من هم على القلب، اعملوا 100 قضيه، بس لو ذكر لو راجل اقف جنب الشعب كلمه بكلمه، تعال ناقشني في الدستور، تعال الكلام اللي انت بتقوله النهارده في الخطاب بتاعك سياده الرئيس انه قللوا صلاحيات الرئيس، لم تقل صلاحيات الرئيس، لسه الماده بتاعت التامين موجوده، لسه مبارك ما كانش بيحبس الصحفيين، انت رجعت حبس الصحفيين، هذا الدستور فيه مآخذ وعوار كتير. يلا 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 خلصوا، والناس يا عيني بتنام والناس بتقع، لا يلا يلا يلا. وبعدين يقولوا له ايه؟ والراجل النقيب بتاعنا اللي راح وقال له تعالى وهغير لك، الراجل قاعد لغايه 6 الصبح، يا سياده الرئيس حاضر دلوقتي يا سياده، يا سياده الرئيس. وبعدين يقول له الساعه 6 الصبح، فالراجل قال له ايه؟ قال له احنا مش اتفقنا قدام الناس؟ قال له انت مش اتفقنا انك مش هترجعني كده قدام زمايلي؟ قال له انا اسف، انا فعلا يعني ما بيحصلش بينا كلام في غرف مغلقه، ولكن انا اسف الجمعيه كلها شايفه ان الصحفيين يتحبسوا، يتحبسوا الصحفيين ويحصل كل حاجه. سياده الرئيس، الشرعيه مش ورقه مش ختم، الشرعيه ان الناس تعترف بالكلام ده شرعي، ان الناس كلها تبقى بتقول يا سياده الرئيس هذا هو دستورنا. النهارده فاينانشال تايمز كاتبه ايه؟ ان يوم الفخر تحول الى يوم حزن. فعلا اليوم اللي انت كنت قاعد مستنيه سياده الرئيس ان المصريين يبقوا فخورين ان عندهم دستور، الناس النهارده محبطه، الناس النهارده حزينه، حسوا ان الدستور. طب ما الرئيس اداكوا شهرين زياده، ليه مستعجلين؟ عارف مستعجلين ليه؟ عشان البند اللي انتوا غيرتوه عشان تطلعوا بجاته وتهاني المستشاره تهاني من المحكمه الدستوريه. حد يفصل الدستور كده؟ حد يفصل الدستور كده؟ طب بشويش، طب خليهم لغايه غير الماده مثلا، قول ايه لغايه ما يخلصوا مدتهم او لغايه ما لا عايزين نخلص منها ونطلعها. طب سياده الرئيس لو بكره المحكمه طلعت قالت ان هذه اللجنه التاسيسيه غير، هتقول لي طبعا لا، ما انا ناصح، ما قالوا لي انا قررت ايه اعمل ايه، ان انا احل اللجنه قبل ما الباقي. هو القاضي مش هيحلها، بس القاضي قال ان دي لجنه مش شرعيه، اللجنه سياده الرئيس في التاريخ هيتقال عليها مش شرعيه، العوار والعار هيفضل يلاحقكم على طول. احنا مش خايفين يا سياده الرئيس، واحنا لازم نقول لك، ولازم البلد ديت تحترم ان في ناس ليها راي تاني، وتحترم ان في ناس شايفه الكلام غلط. ومش هينفع يا سياده الرئيس كل ما تاخد قرار تجيب لي مليون واحد في حته، ازاي يعني؟ هنعمل ايه يعني؟ طب ما انا اجيب لك انا كمان مليون. وبعدين دي دوله يا سياده الرئيس؟ هو اللي اكتر يعني لو جبت لك 2 مليون اكسب؟ دي مش الديمقراطية يا سيادة الرئيس، أنت فاهم الديمقراطية غلط. أنا عايز أسأل سؤال، الناس اللي كانت واقفة دي كلها النهاردة مؤمنة بالديمقراطية حقيقي؟ يعني الناس اللي كانت واقفة دي بس يحط، أنت بتصدق نفسك؟ أنت عارف الحقيقة إن التحرير أجازة، بس أنت شفت التحرير كان فيه مين؟ ناس محترمة وناس عمرها ما نزلت من بيوتها. أنا مش عايز الناس اللي راحت التحرير دي تخاف، ما تخافوش، روحوا التحرير تاني وقولوا رأيكم، والاستفتاء جاي وقولوا رأيكم فيه وقولوا. وعايز افكركم بالاستفتاء اللي فات، انا عايز اسال سؤال، هو ليه النهارده قالوا ان دي الشرعيه والشريعه؟ هو كان في مشكله في الشريعه؟ انما ايه؟ انا الم الناس ازاي؟ الناس تيجي من اقطاب مصر ازاي؟ رايحين ندافع عن الشريعه. ايه حكايه الشريعه؟ سياده الرئيس الناس اللي انت بتجيشها فاتورتها بعد كده عاليه قوي قوي، هيبقوا عايزين على فكره كل الناس دي طالبه مناصب، وهفكركم كل واحد اشتغل طالب حاجة ومن حقه، أنا مش ضده، بس من حقه كل واحد عمل حاجة في المرحلة ديت.